طب ينضم معنا هاتفيا الكاتب الاقتصادي الأستاذ جمال بنون، أهلا بك معنا بالتاسعة. لاحظنا خلال كلمة أو لقاء سمو ولي العهد التركيز على اقتصاديات المدن، فهل بحكم متابعتك هل نحن أمام استراتيجية اقتصادية جديدة أو أسلوب جديد إن صح التعبير على منطقتنا؟ أهلا، مساء الخير وبمتابعينك الكرام. طبعا حديث ولي العهد اليوم كان شامل، وهو امتداد أيضا لخطط وبرامج التنمية التي انطلقت من بعد إطلاق رؤية 2030. انطلقت سيل من المشروعات التنموية، احنا شفنا طبعا المشروعات السياحية والمدن الاقتصادية وأيضا في تنمية المدن. اليوم إعلان ولي العهد عن مدينة الرياض هو إعلان أن الرياض ستصبح ماركة عالمية في ما بين المدن الأخرى الموجودة في ساحة المدن المشهورة طبعا، وبالتأكيد هذا يحتاج إلى صرف مبالغ ضخمة واستثمارات ضخمة، وبالتالي يعني هذا حيساعدك في أنك أنت تجذب استثمارات أجنبية وأيضا تعطي اطمئنان الكثير للمستثمرين بحيث أنهم يستطيعوا أن يدخلوا إلى السوق السعودي بكل شفافية وبكل اطمئنان. لما أنت تحول مدينة الرياض زي ما قال ولي العهد أنه حتكون مدينة خضراء وأيضا البيئة فيها سليمة وأيضا المناخ فيها حيكون منخفض ودرجة الحرارة حتكون منخفضة، فبالتالي هذه كلها عوامل مغرية للمستثمرين. طيب، بحيث أنهم هم يدخلوا إلى هذا السوق طبعا. أيضا سيد جمال، يعني هل مثلا التنافسية، الاستدامة، جودة الحياة، هل نستطيع القول بأنها ركائز قد تجتمع فعلا فيما رسم للرياض من خطة؟ طبعا بالتأكيد. أنت لا تنسى دحين أنه يعني خلال السنوات الأخيرة، وخلينا نأخذها من في العهد القريب، خلال جائحة كورونا حصدت السعودية مراكز متقدمة عالميا في كثير من المجالات. المطارات السعودية أخذت المركز الأول فيما يتعلق بالسفر الآمن، وفيما يتعلق بالصحة، وفيما يتعلق بالنقل، وغيرها من الجهات أخذت شهادة امتياز عالمي وليس إقليمي أو محلي وشيء زي كده. فبالتالي هذه المؤشرات يجب أن احنا نستغلها ونستفيد منها بحيث أن احنا نسوق للكثير من المشروعات. احنا قبل 15 سنة أطلقنا يعني بداية أربع مدن اقتصادية، اللي هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة الأمير عبد العزيز بالمساعدة الاقتصادية الحائل، ومدينة المعرفة في المدينة، إضافة إلى مدينة جازان الاقتصادية. هذه كانت من أكبر المدن الاقتصادية قبل 15 سنة. يعني ليس مستغرب أن احنا الآن نهتم بالمدن ونبدأ بالعاصمة الرياض، وزي ما قالوا لي العهد المنطقة الشرقية وجدة ومنطقة مكة المكرمة، فبالتالي هذه المدن الآن حتدخل في منافسة عالمية وليست محلية في عدد السياح وعدد الزوار وأيضا عدد المستثمرين. إذن الكاتب الاقتصادي الأستاذ جمال بنون، شكرا لك.